نذهب إلى خالد ديكيماش. اليوم شاهدنا هذه المباراة ودية، صحيح أنها ودية من منتخب نيجيريا، لكن وكأنها مباراة رسمية، ليس كذلك؟ منتخب نيجيريا هو الآخر كان يريد الفوز بهذه المباراة، لكن المنتخب الجزائري عاد من بعيد، سجل هدف التعادل عن طريق رياض محرز من ركلة الجزاء، ثم هدف الفوز من طرف يوسف عطال. ستشاهد معي هدف المنتخب الجزائري الذي جاء عن طريق ركلة الجزاء وتعلق عليه خالد وعلى المباراة ككل. تفضل خالد. أظن أن هذا الفوز معنوي وهام بالنسبة كبيرة للفريق الوطني. صحيح. وما تنساش باللي امام فريق نيجيريا وفي نفس الوضعيه اللي راه فيه الفريق الجزائري، وان كان باسكو ثاني كانت ليه صدمه كبيره لعدم التاهل الى المونديال، صحيح، بعد ما قام بنتيجه جد ايجابيه في فريق في مقابله الذهب وين تعادل 0-0 مع الفريق الغيني، شغل تو الموند الناس كاع عم بالها بلي راح يجوز، اون فان كونت ما جاش. اظن هذه المقابله وشفنا الضغط اللي كان شفنا الضغط، اظن ان الضغط كان كبير على اللاعبين الفريق الوطني، وشفنا ديجا لا رياكسيون تاع لي جوار كي ماركا، وشفنا سليماني كي ماركا في المقابله الاولى، شفنا لا رياكسيون تاعو كيفاش. اظن هذه المقابله هذه راح تخلي الفريق الوطني يعمل في ظروف جيده في المستقبل ان شاء الله.